أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكرا شبابيا ببيت الوادي بوادي نطرون. يستمر المعسكر 3 أيام وتعقد العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز مفهوم التطوع وطرق وكيفية التطوع. دايما بنلاقي مؤسسة حياة كريمة مهتمة بالشباب ورعايتهم وتنمية مواهبهم، وعشان كده نظمت حياة كريمة بالتعاون مع ويل سبرينج معسكر تدريبي في بيت الوادي بوادي النطرون لحث الشباب على التطوع وكمان للتوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي حياة كريمة. عندنا المعسكر التدريبي لشباب متطوعين مؤسسة حياة كريمة. الهدف من المعسكر هو حث الشباب على التطوع. عندنا حوالي أكتر من 100 متطوع معانا. احنا فخورين طبعاً ان احنا مع حياة كريمة في مبادرة حث الشباب على التطوع، ومبسوطين قوي ان احنا موجودين 3 أيام دول، وحابين نوضح أكتر احنا المبدأ الأساسي بتاع التطوع احنا عايزين نوصل منه ايه. حوالي 100 متطوع بمؤسسة حياة كريمة استفادوا المعسكر من خلال ورش العمل اللي ساعدتهم على استكشاف الذات وزيادة الثقة بالنفس وإزاي يكونوا مؤهلين للقيادة، وده طبعا غير الأنشطة الترفيهية المختلفة اللي بيقوموا بيها. إطلاق المعسكر من قبل المؤسسة ده كان بهدف نشر ثقافة التطوع بشكل أساسي. احنا بنستفاد أولا من جانب يعني علمي، والجانب الثاني في اكتيفيتي. جيت العسكر امبارح عشان ازاي نتعلم ننفذ الادوار، ازاي نعرف كل واحد شخصيته وسماته، وازاي ننفذ ده على ارض الواقع. حياة كريمة عملت لنا معسكرات عشان نطور من نفسنا اكتر، عشان نتواجد في وسط الناس بخبرات اعلى. المعسكر بيهدف لنشر روح التطوع بين الشباب عامه من خلال دورات تدريبيه. المعسكر هو ضمن سلسله من المعسكرات الشبابيه المستمره في مختلف المحافظات، وده لتنميه قدرات الشباب وامكانياتهم وتوفير كل سبل الدعم اللازم ليهم ولمواهبهم.